بمناسبة شهر رمضان المعظم، نظمت مصالح أمن ولاية سعيدة بالتنسيق مع المؤسسة الاستشفائية الصحية للأمومة والطفولة حمدان بختة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها أفراد الشرطة من مختلف المصالح والرتب. التغطية كانت لمحمد عمراني. نتبرعوا بالدم للمرضى تاعنا تاع الله يشافيهم، في اطار الحمله هذه اللي نظمتها المديريه العامه للامن الوطني. رانا معها نتبرعوا بالدم في الازمه هذه، في ظرف هذه الازمات رانا نقدموا فيها التبرعات في هذا الشهر الفضيل. هذا الواجب تاعنا، والله يشفي كاع المرضى، الله يشافيهم والله يعافينا كاع. قوموا بحمله تبرع بالدم مع اصحاب البدله الزرقاء، والحمد لله راه كاين تجاوب من طرف الزملاء، الله يبارك. راهم كلهم وعي، كلهم راهم مشاركين معنا والحمد لله. المبادرة تدخل في إطار تفعيل العمل التضامني والإنساني الذي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تجسيده لفائدة شرائح المجتمع خلال مختلف المناسبات، خاصة اتجاه الفئات التي هي بحاجة ماسة لهذه المادة الحيوية.